يشتد النقاش وتتعالى الأصوات حول بيع وشراء الأضاحي هنا في سوق المواشي في مأرب. ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى المبارك تجاوز 3 أضعاف دخل المواطن، حولت فرحة العيد إلى هم وكابوس يطارد رب الأسر. والله بالنسبة لأسعار المواشي هذه الأيام مرتفعة، قلت لنا يعني بندور يمكن 2 أو 3 أسابيع يوصل حدود الكبش لا يعني لا 200 150 ألف، لا رواتب ولا شيء ولا ذا الوضع يعني. والله بالنسبة لنا أن هذه الأيام أنها أصبح زي الكابوس، ما بش يعني على لا رواتب ولا جن ولا مشاحيك وهذا كله، والأسعار يعني مرتفعة يعني في الهواء. بين هذا الكم الهائل من الأضاحي يحاول الحاج علي سعيد إيجاد أضحية لأسرته تناسب قدرته، ومع هذا تمر ساعات من البحث ولا يجد ما يعود به لمنزله، فقد أصبحت أسعار الأضاحي في مأرب تفوق قدرة المواطنين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وغياب مصادر الدخل، وبات العيد ليس كما كان عليه منذ زمن يأتي بالبهجة والسرور. أقول لك والله لي من اللحم 8 أشهر، والله العظيم بس الحين شل دياجة وأروح عيد، ماشي نسوي معي 7 عيال وش نسوي؟ راتبي 60 ألف، لا ما نسوي سهرين لما نسلم الراتب، ما نسوي يعني وضع مزري، وضع مزري للغاية والله العظيم، إيش نسوي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا وضع يعني استثنائي، وش نسوي؟ لما تروح تقول له أعطني كيلو لحم مثلا كيلو، ما عاد تشتري كبش مثلا، تشتري كيلو، يقول لك الكيلو 12 تشتري كلام 10 ألف، والله العظيم يعني بعض الأحيان إنك تشتري ربع حبة وتروح يأكل وبيت كامل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني سبب ارتفاع المواشي ارتفاع الدولار وارتفاع السعودي، والمواطن يعني ما بيش له قدرة على إنه يقدر يشيل التيس مبلغ يعني 200 180، بعضهم يجتمعوا 3 وما يقدروا يشيلوا تيس، يعني بسبب ارتفاع الدولار والسعودي والنقليات والظروف، يعني ظروف صعبة. أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع أسعار أضاحي العيد، منها استغلال التجار لموسم العيد دون رقابة وتدهور العملة الوطنية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، عوامل جعلت المواطنين في عراك مع متطلبات واحتياجات العيد، بما في ذلك الأضاحي التي باتت في متناول من يقدر على شرائها من ميسوري الحال، أما الفقراء والمعوزين لم يعد بمقدورهم توفير أضحية العيد. تشكل الأضاحي حاجزاً أمام المواطنين في استقبال فرحة عيد الأضحى المبارك، إذ تفوق قدرة الناس على الشراء في ظل غلاء المعيشة وإنعدام الدخل. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب.